أعطني حريتي أطلق يدي. يا سلام، إنني أعطيت ما استبقيت شيئا. بس يا حافظ هذه الأغنية دي؟ غني. وانت تروح وتمشي ولا اسهر ما نمشي، ياللي ما تسهرش ليلة يا حبيبي. وانت تروح وتمشي ولا اسهر ما نمشي، ياللي ما تسهرش ليلة يا حبيبي. وانت تروح وتمشي. ايه؟ كلم مراد. ومراد عايزني. انت بتندهلي ليه؟ عايز ايه؟ خلصنا كل التذاكر بتاعت الحفله كبير، بس انت ما قلتلناش هنعملها فين. ده لمك كام؟ اهي ادي البضاعه كلها، عين بنفسك. اهو يا كبير. صلاه على النبي. بالصلاه على النبي. اهو ده ير وانده كله. ومين بقى اللي دافع دي؟ سنقر. سنقر بقى يتفرج على الحفله في الراديو. ايه يعني؟ انت تولع السيجاره دي وتحكي له عن الحفله. غني يا. وانت تروح وتمشي يا اللي ما تسهرش ليلة يا حبيبي. وانت تروح وتمشي يا اللي ما تسهرش ليلة يا حبيبي. ماشي. في ممكن ارقص؟ ما ترقص. غني يا. وانت تروح وتمشي وانا اسهر وانا امشي اللي ما تسهرش ليلة يا حبيبي. ايوه. انت كنت بتحب فريدة؟ ايوه كنت بحبها. تعرف انا اتجوزتها ازاي؟ في المانيا. كانت المستشارة الثقافية في المركز الثقافي المصري في المانيا. قابلتها هناك لأول مرة. حسيت ان انا بعرفها من زمان. كانت خاصة جدا. انا عمري ما كنت شايف حد زيها قبل كده. كان عندها مشاكل كتير قوي مع جوزها. جيت انا بقى نقصتها منه. دي حكايتي مع فريدة. حاجة حزينة قوي، مؤلمة جدا. لما تلعبي دور البطل والمنقذ حياة حد بتحبيه من جوه قلبك، هو ما يستاهلش. شيء مؤلم جدا. بعد ما عملت الحادثة وبقيت كده، كانت على طول جنبي زي الفراشة الرقيقة، بتحاول تاخد بالها مني وتهتم بيا وتعمل كل حاجة أنا عايزها. لغاية لما فجأة كده اكتشفت إنها بتسرقني. وبعدين اكتشفت برضو وعرفت إن هي كانت السبب في اللي حصل لي ده. معرفش أقول لك إيه. أنا قابلت جوزها صدفة، وهنا كانت الصدمة. قال لك ايه؟ قال لي انه هو طلقها عشان كانت بتسرقه. بتسرق منه اي حد تشوفها قدامها.